انا قلت ما نقولوش الاشغال الشقه حتى ما نهضموش الحقوق تاع الانسان مم. انا نسميوها الاعمال التربويه وانا اقترحت في هذا الشان هذا مثلا غار جبيلات واحد مثلا ثلاث مرات ما نفعش فيه مرتين ما نفعش فيه الحبس المره الثالثه عقب عقوبه محكوم عليه ب 10 سنين عقب ثمان سنين بقات له عامين خويا بعثوا يخدم له في غار جبيلات واعطي حقه ما نهضمولوش حقه باش يتعلم مسؤوليه كي يخرج من الحبس يتعلم يكتسب من عرق جبينه ماشي يروح يسرق الناس ماشي يروح يسرق الناس باش يعيش تسمى انت تروح تخدم وتشقى وتسهر الليل باش تجيب خبزتك وخبز وليداتك والنهار تروح تسلك لا البنك. تدخل البنك باش تجيب الدراهم الجماعه فيك انت تخرج هو يجي ياغريزيك بالسكين ويدي لك رزق ولادك. يديها بالرقده هذا هذا كارون بعثوه الغار جبيله تيخدم باش كي يخرج يتربى يتعلم يكسب من عرق جبينه يخدم العامين هذوك اعمال مرهقه كذا نخدم في الفلاحه في شق الطرقات في الصحراء تاعنا في شق انجاز مشروع السكه الحديديه نديه يخدم ونسلكوه ما نسلكوهش كي الشخص العادي نعطيه له حق ما يشتري السجاير تاعو يدبر حاله داخل الحبس ويخبي شويه خبي شويه فلوس كي يخرج يلقاهم يتعلم في العامين هذوك يتعلم باللي الكسب لازم تعرق عليه ماشي انا نروح نتعب ومن بعد تجي انت تسرق لي طاكريسيني وتدي لي تدي لي حق ولادي ها أه؟ انا من انصار هذا الطرح هذا وهي ايضا في فائده الاقتصاد في فائده مطلع. وفي فائده حتى المحبوس نعم نكونك في يا رجل انت الدوله راهي عامله شي عجب يتكون المحبوس والدير و... ويخرج يعاود يرتكب نفس الفعل اذا هذا الطرح اللي طرحته قلت للناس اللي تعاود المره الاولى ما ينفعش فيه الحبس الثانيه ما ينفعش فيك الحبس الثالثه الاشغال انا نسميها الاشغال التربويه حتى لا يفهم انه سنهضم حقوقه اشغال تروح تخدم ونخلصك على الخدمه نتاعك